قصير جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقد تضمنت القافلة الطبية كافة التخصصات الطبية، وتم الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لنحو 102 حالة. بنقدم وحدة قافلة متكاملة التخصصات، كافة التخصصات الطبية، ومعمل مجهز بكافة التحاليل، وصيدلية فيها أكثر من 108 صنف بتغطي كافة التخصصات، ومعانا معمل أشعة. القافلة بتغطي كافة التخصصات والاحتياجات لشعبنا في مدينة القصير. قوافل طبية بنقدم فيها خدمات مجانية زي الخلع والحشوات التجميلية من غير أي تكلفة تبع مبادرة حياة كريمة. كشف بالمجان، العلاج بالمجان، معاملة حلوة. بنشكر القوافر، بنشكر القوافر، قوافل الحياة كريمة على المجهود اللي بتعمله معانا. حاجة تفرح وحاجة تشرف أي مصري، الحمد لله. يعني جينا النهاردة نكشف بصراحة تبع مبادرة حياة كريمة. جيت عيادة البطنة، تم الكشف وتم عمل سونار وتم عمل الفحوصات اللازمة وتم أخذ العلاج بالمجان. بصراحة بنشكر القائمين على مبادرة حياة كريمة.